جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. أقارب اختلفوا على قضية معينة، ونتيجة لهذا الاختلاف تهاجروا لمدة 6 سنوات، ويسألون الآن ما الحكم شيخ صالح وماذا يجب عليهم، ولا سيما إذا كان ذلكم الأمر تافها كما يعبرون، وفقكم الله. لا يجوز هجر المسلم وإن كان لابد فإلى 3 أيام، وما زاد عن 3 فإنه لا يجوز، إذا كان هذا الهجر من أجل الأمور الدنيا. أما إذا كان هجرا دينيا على ترك واجب أو فعل محرم ولم يتركه فإنه يهجر إلى أن يترك هذا الشيء. أما إذا كان من أجل أمر دنيوي أو من أجل أمر نفسي فقط، شيء في النفوس، فإن هذا حرام، وما فعلتوه محرم وأنتم آثمون على ذلك. ولكن الحل أنكم تتسامحون فيما بينكم، ويعفو بعضكم عن بعض، وتستغفرون الله وتتوبون إليه عما حصل، ولا تعودون لمثل. نعم.